بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. حمدوك يقول إن حكومته تعمل على تنشيط القطاع التعاوني لإحداث التغيير ومعالجة ارتفاع الأسعار. الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتوفير الأمن وحماية الموسم الزراعي بمنطقة فتابرنو شمال دارفور. ترحيب واسع بنهر النيل بقرار تعيين الولاة المدنيين في إطار المطلوبات الحتمية لاستكمال هياكل السلطة المدنية. أهلا بكم. قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إن حكومته تعمل على تنشيط القطاع التعاوني لإحداث التغيير ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وأضاف في تغريدة له على فيسبوك: نعمل ببرنامج سلعتي وبرنامج أسواق البيع المخفض لتنشيط قطاع التعاونيات التي بدأت في خلق بعض التغيير. وأضاف حمدوك إلى أن أهم الملفات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية هو الوضع الاقتصادي ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار. وأضاف دكتور حمدوك: نركز في عملنا الآن على رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج والاعتماد على مواردنا. وأضاف: نؤمن بأننا إن تمكننا من إدارة الموارد سنعبر ببلدنا كما أراد شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أمس قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسته وعضوية وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الري والموارد المائية عضوا ومقررا ووزير الخارجية المكلف مدير عام جهاز المخابرات العامة مدير هيئة الاستخبارات العسكرية. وأوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاستقطاعات السالبة لسد النهضة الأثيوبي. اتفق وفد مجلس السيادة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر وممثل اعتصام فتا برنو بشمال دارفور بعد اجتماع استمر 10 ساعات كاملة على تشكيل قوة عسكرية مشتركة جيش دعم سريع وشرطة لتوفير الأمن لحماية الموسم الزراعي. كما اتفق الطرفان على القبض على المتسببين في الأحداث وتقديمهم للعدالة إلى جانب فض الاعتصام سلبيا. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر رئيس وفد المركز لشمال دارفور إن مطالب معتصمي فتا برنو حقوق واجب على الدولة تنفيذها بأمر المواطنين. نحن من فتا برنو من أرض الاعتصام بعد زيارة هذه المنطقة ليومين وجدنا هذا النموذج للاعتصامات، نموذج لممارسة الحرية والديمقراطية كشعب يطلب أبسط مقومات الحياة، وكانت محاور النقاش تمثلت فيه محور يختص بالحماية الأمنية، وهذا تم التأمين عليه، وسوف تكون القوات يعني اليوم إن شاء الله في هذه المنطقة تأمين المزارع وأهلنا وكذلك ضبط المتفلتين والسلاح ونزع السلاح. هذه إجراءات قد تم التوافق عليها وحصرها، والآن المركبات متحركة إلى المواقع. اختتم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان زيارته للولايات الشمالية الذي استغرق يومين من خلالها، وكان الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي قد بدأ زيارته بأمري حيث زار ميدان الاعتصام واجتمع مع لجنة اعتصام أمري وناقش مطالب المعتصمين والذي وصفها الفكي بالمشروعة، مؤكدا التزام الحكومة بحل 80% من المطالب آنيا وجدولة ما تبقى من ذلك. كما تفقد الفكي خلال الزيارة المرافق الخدمية بقرى الحمداب الجديدة والذين تم تهجيرهم سابقا لقيام سد مروي، وتفقد كذلك المشروع الزراعي للحمداب ووعد بالعمل على حل المشكلات الآنية والمستعجلة للمشروع. طيب، الزيارة حقيقة هي ابتدت يوم أمس باعتصام أهلنا في منطقة أمري، هم أيضا من مهجري سد مروي، وكان عندهم مطالب عادلة جدا، ونحن بنعتقد أنه كحكومة تأخرنا كثير جدا في إنفاذها، لأنه مطالب بسيطة أنهم عايزين مياه بتاع الشرب، عايزين مراجعة الأراضي الزراعية، عايزين الموية بتاعت الزراعة تكون متوفرة بالكهرباء بغيره، فمطالب عادية جدا. لكن أيضا الحكومة في المركز بتعاني معاناة كبيرة، بتمر بوضع اقتصادي ضاغط جدا.
دعت حكومة جنوب دارفور لإعلاء قيم الانتماء للوطن وتعزيز قيم الإنسانية بعيدا عن الجهوية والعنصرية التي أضرت بوحدة إنسان الولاية كثيرا. وأشار الوالي خلال افتتاح مؤتمر الصلح بين الفلات والريزيغات بنيالة على أهمية تقوية علاقة المجموعات السكانية وترسيخ التواصل على أساس المواطنة وليس القبلية، داعيا الريزيغات والفلاتة إلى تجاوز الخلافات للعب دورهم في تعزيز السلام والاستقرار الذي يعم البلاد بعد توقيع السلام بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. قال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان إن تعيين الولاة المدنيين الذي تم بالأمس سيكون دعما لأداء السلطة التنفيذية. وحيا سليمان في تغريدة له بصفحته بفيسبوك اليوم قادة الوحدات العسكرية من القوات المسلحة الذين قابلوا التكليف لقيادة الولاية في ظروف أمنية واقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة، وقال إنهم واجهوا في تلك المرحلة والملحمة صنوفا من الإرهاق وخطابا سياسيا ينادي باستمرار بضرورة تسليم القيادة للمدنيين، ولكنهم صبروا حتى أكملوا مهمتهم في نقل السلطة بنجاح. عبرت العديد من القطاعات بنهر النيل ترحيبها بقرار رئيس مجلس الوزراء القومي بتعيين الولاة المدنيين، واصفين الخطوة بالمفصلية في إطار المطلوبات الحتمية لاستكمال هياكل السلطة المدنية. واعتبروا أن من أكبر التحديات التي تواجه والي نهر النيل الجديد دكتورة آمنة المكي هي وجوب انحيازها الكامل لشعارات الثورة ومطالب الثوار والالتفات لقضية معاش الناس وتفكيك وإزالة كافة مصالي بل مفاصل ومظاهر دولة التمكين للنظام المعزول بالولاية، إلى جانب الوقوف على مسافة قريبة ومتساوية من كل القوى والتنظيمات الحزبية والكيانات المجتمعية وحسم الملفات والقضايا العالقة في التنمية والخدمات. أول حاجة طبعا بنهني دكتورة آمنة على المنصب الجديد ده والمسؤولية الجسيمة اللي بتقع عليها دي، والتحديات كبيرة جدا جدا في ولاية نهر النيل. ولاية نهر النيل من الولايات الغنية، يعني متوفرة فيها موارد ضخمة، إذا كان موارد زراعية أو موارد صناعية، يعني ولاية بها مجموعة من المصانع وبها مجموعة من المشاريع الزراعية محتاجة لتنمية حقيقية. نحن من الحاجات اللي بنطلبها من دكتور آمنة إنه تكون على مسافة قريبة من الناس كلها. الناس دي أول حاجة معاش الناس، دايرة يعني النظافة بتاعت مدينة عطبرة، يعني الفوضى الحاصلة في الترمبات دي الناس تتمنى تخدها في عين الاعتبار. بنطالب برضو إزالة التمكين إنها تجي تعايل للبلد دي بجد، لأنه عطبرة مرتع الكيزان، لو ما كان عطبرة مرتع الكيزان البلد دي ما كان المؤتمر الوطني يحرق من ولاية نهر النيل. والله نحن فخورين جدا نحن كندكات إنه يكون عندنا جزء في الحكومة كوالي، وإن شاء الله نحن دايرين الكثير عبرها وعبر كل التغيير في الثورة. إن شاء الله نلقى الإنجازات المطلوبة من أراضينا الزراعية كمزارعين، من بلدنا المنتجة كل الإنتاجات عايزين إن شاء الله تكون بالنسبة لنا يعني مفخرة بجد. ونحن فخورين أصلا منه ثورتنا إنه بدت من هنا، والوالي حقتنا ذاته إن شاء الله عايزيننا برضو تكون سند بالنسبة لنا زي ما نحن وقفنا وطلعنا وتكون عند حسن ظننا. نتمنى من الدكتورة آمنة تدي منطقة نهر عطبرة اهتمام، حيث أن منطقة نهر عطبرة تأثرت من زمن خزان خشم القربة، تأثرت تأثير شديد، فالإنسان والزراعة والثروة الحيوانية والتعليم بالذات. هل تصور أنه في منطقة نهر عطبرة ما في مدرسة ثانوية؟ ما في مدرسة ثانوية، فده كلام بالمناسبة خطير يعني بالنسبة للتعليم نحن دلوقتي في القرن 21. فنتمنى أنه الدكتورة تدي الجانب ده اهتمام، وشكرا جزيلا، نتمنى لك كل خير وتوفيق يا دكتورة في مسيرتك. من نهر النيل التي رحبت بواليها إلى دارفور، حيث أعلنت ثلاث كتل من الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور رفضها تعيين والي جنوب دارفور الذي تم تعيينه مؤخرا، وذلك كونه جاء من خارج قائمة ترشيحات الحرية والتغيير التي تم التوافق عليها.
وقال نادر ياسين القيادي بالحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي بنيالة، قال إن تعيين الوالي من خارج الترشيحات يعتبر تجاوز لإرادة أهل الولاية وفرض الوصايا عليهم. وقال إننا نطالب رئيس مجلس الوزراء ومركزية الحرية والتغيير بمراجعة القرار تأكيدا للحرية والديمقراطية واحتراما لمبادئ الثورة على حد قوله. عقد التجمع المهنيين السودانيين بولاية وسط دارفور مؤتمرا صحفيا أكد فيه دعمه وترحيبه بتعيين الوالي المدني المكلف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف كوالي للولاية باعتباره أحد مطلوبات الثورة المجيدة لاستكمال هياكل السلطة المدنية بالبلاد. هذا وقد أكد الدكتور ياسر محمد خميس الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين بالولاية التفاف كافة أجسام الثورة والمواطنين حول الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف لنيله ثقة مجلس الوزراء بتعيينه واليا لوسط دارفور، فيما رحبت قطاعات مختلفة من مكونات الولاية بقرار تعيين الوالي المدني الجديد. والحرية التغيير بشخص محدد أو بحقيبة والي أو غيره، ونحن حنناهض أي قرار مركزي إن ياخذ ولاية وسط دارفور. نحن بنشوف نحن في ولايتنا إن القرار قرار جماهير ولايتنا، وقرار قرار والحرية التغيير في اتخاذ قرارات سياسية. أي قرار بتاع تدخل مركزي أي تفاصيل تانية زيدي ما بتعنينا، وحنظلنا كافحة في شوارعنا وغيره وغيره، حتى أن تصل سفينة النظام الديمقراطي اللي احنا قاعدين بنرسله. لكن بنشوف ان عمليه التقول المركزي دي مرفوضه بالنسبه لنا، ودي وصايا ما حتكون مضبوطه بالنسبه لنا، وده الخط اللي حنمشي عليه. أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن قفل كوبري النيل الأبيض الحديدي، كوبري النيل الأزرق الحديدي، كوبري المك نمر اعتبارا من الساعة 12 مساء اليوم الخميس حتى إشعار آخر، وذلك لدواع أمنية. انطلقت بمسرح كوستي القومي بولاية النيل الأبيض فعاليات الورشة الخاصة بالإخراج الدرامي بمشاركة 20 دارس ودارسة من محليات الولايات المختلفة بمدربين من قصر الشباب والأطفال. وتأتي الورشة بتنظيم من مجموعة النيل للثقافة والفنون وتعاون مع قطاع الثقافة ومجلس الشباب والرياضة بالولاية، وقد يتمكن الدارسون من الإسهام في العمل المسرحي إنتاجا وجوائز. على هذه الأرض ما يستحق الاحتفاء، وعلى مسرح كوستي بولاية النيل الأبيض كان المسرحيون يتحاورون في إنتاج أعمال درامية تناقش حاضر الولاية ومستقبل الوطن، حيث لبى 20 متدربا ومتدربة دعوة مجموعة النيل للثقافة والفنون بالولاية للإنخراط في دورة تدريبية على مدى 7 أيام، وتناقش المفاهيم الأساسية والمهنية في الإخراج الدرامي تمهيدا لتقديم جيل قد يسهم مستقبلا في المشهد المسرحي إنتاجا وجوائز. واحنا قصدنا بان نقيم ورشه للمخرجين نسبه لان الولايه بقت مؤهله من البنيه التحتيه في مجال المسارح، بقى عندنا 3 مسارح في الديوم وربق وكوستي، وعندنا كادر تمثيلي يعني ما شاء الله، يعني النيل الابيض مليئه بالممثلين الموهوبين موليد بالكتاب، لكن مشكلتنا كانت دائما في الاخراج الدرامي. فلذلك نحن في مجموعه النيل يعني قررنا بالتعاون مع اخوتنا في المجلس الاعلى للشباب والرياضه وقطاع الثقافه وقصر الشباب والاطفال انه نقيم ورشه للمخرجين، والورشه تستهدف 20 دارس. وضمن اهتماماته بتوظيف طاقات الشباب، يزعى المجلس الاعلى للشباب والرياضه بالولايه إلى تنفيذ خطط مستقبلية وشاملة تتعلق بفتح نوافذ لتدريب الشباب في مختلف المجالات دعما لتوجهات الدولة الرامية للاستعانة بالشباب لحمل مشاعل التوعية والتنمية والإعمار. وللمجلس خطة تدريبية متمثلة في تدريب وتأهيل الشباب في 6 المجالات كما ذكرنا، الثقافية والإبداعية رفع قدرات الشباب في كافة المجالات. ومع التزامات رسمية بتنفيذ مخرجاتها، قد تسهم الورشة في إنتاج مسرحيات تناقش قضايا الإنسان وتلامس أشواقه وهمومه ومستقبله في دولة مدنية بحرية وسلام وعدالة. نحن اليوم في هذه الشراكة هي نتاج للعمل في المسرحية الجن في ورطة، كانت بحضور مدير قصر الشباب والأطفال الذي تكفل ب3 دورات أو 3 ورش تخصصية.
عكفنا مع اخواننا في إدارة في المجلس الاعلى للشباب والرياضه بحسب انه قصر الشباب والاطفال يتبع لوزاره الشباب والرياضه الاتحاديه، وهكذا كانت النتائج لهذه الورشه. وكانت الورشه دي المفترض يكون يحضروا لنا 40 في الشكل التخصصي. وبنهاية الورشة قد يتمكن الدارسون من امتلاك مفاتيح الفعل المسرحي وتوظيف طاقاتهم لتجسيد أعمال درامية تنعكس هي الأخرى إيجابا على واقع الثقافة والفنون في الولاية والبلاد إنتاجا وإبداعا. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. نشرتنا متواصلة معكم من قناة الشروق، وفيها بعد الفاصل وزيرة المالية المكلفة تقول إن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا. أهلا بكم من جديد إلى جولة في الأخبار العالمية والعربية، نبدأها من روسيا، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا. وتدعم روسيا إضافة إلى مصر والإمارات القائد العسكري المتمركز في الشرق خليفة حفتر، والذي يخوض مقاتلوه معارك ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا. عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي في مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وكان العاهل الأردني بل العاهل السعودي البالغ من العمر 84 عاما دخل المستشفى يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وأفادت ثلاثة مصادر سعودية بأن الحالة الصحية للملك سلمان مستقرة، وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض يوم الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قضايا الأمن القومي، بما في ذلك أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية. ولي عهد أبو ظبي هو الحاكم الفعلي للإمارات التي تساند قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر إلى جانب مصر وروسيا، وتقاتل قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي قوات الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس. وكثفت تركيا دعمها لحكومة طرابلس في العلاقات بينها. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لم يأتي تحت أي ضغط من روسيا، وذلك بعد صدور تقرير يفيد بأن الحكومة لم تحقق فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الاستفتاء. وقال جونسون للمشرعين: شعب هذا البلد لم يصوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب أي ضغط أو تدخل من روسيا، صوت لأنه يريد استعادة السيطرة. وأضاف: بريطانيا هي التي تقود العالم في توخي الحذر من التدخل الروسي في العلاقات الأوروبية. اقتصاديا، قالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أحمد إن سبب تعديل الموازنة العامة للدولة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا. وأعلنت وزيرة المالية عن سياسات لترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة. ونوهت الوزيرة إلى أنه بالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد
على نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات، بحيث يحقق الاقتصاد نموا متدرجا ب8 نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداء من العام المالي 2021. وقعت ولاية الخرطوم اليوم عقدا مع محفظة قوات بلقوت العاملين الاتحادية لتوفير خراف الأضاحي للعاملين بحضور أمين عام حكومة ولاية الخرطوم ومناديب وحدات الولاية، ونص الاتفاق على 20,000 أضحية بسعر 13,750 جنيه للخروف الواحد تسدد بالأقساط لمدة 10 أشهر خصما على المرتب، وتبلغ التكلفة الكلية للخراف 275 مليون جنيه. وأكد مدير عام المالية أن وزارته قامت بتوفير التمويل المطلوب إلى ذلك، وأكد أمين عام حكومة الخرطوم الطيب الشيخ أن توفير الخراف يأتي في إطار برنامج تحسين أحوال العاملين ودعمهم، وقال إنه رغم ظروف كورونا غير أن اللجنة العليا والمحفظة القومية بذلت جهودا مقدرة لتوفير الأضاحي. أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الرياضة، حيث يوالي منتخب السودان لكرة القدم تدريبات الإعدادية بالخرطوم وسط مشاركة وانخراط في تمارين المنتخب من معظم اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، وبدأت التدريبات تحت إشراف مدرب الأحمال الذي ركز على التمارين البدنية التي جاءت متنوعة، وجرى التدريب وسط إغلاق تام ودون وجود لأي فرد خارج منظومة المنتخب الوطني تنفيذ موجهات الصحية. توقع انضمام رئيس الجهاز الفني الفرنسي هوبرت فيلود خلال الساعات المقبلة إلى معسكر منتخب صقور الجديان. قال الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم حسن أبو جبل إنه تم التأمين على انطلاقة التسجيلات الرئيسية في السودان خلال أكتوبر القادم بعد نهاية النشاط الرياضي، وقررت لجنة المسابقات التأمين على مقترح جديد ينتظر أن يجيزه مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المرتقب من أجل انطلاقة التنافس، والتي حدد الاتحاد لكرة القدم السوداني أكتوبر المقبل موعدا لانطلاقة التسجيلات الصيفية. وأمنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني على انطلاقة الممتاز في 15 من أغسطس المقبل، وتسببت جائحة كورونا في توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي قبل أن يتم الاتفاق على استئنافه في أغسطس. هكذا نصل وإياكم إلى ختام عرضنا، نعود ونذكر بما جاء في أبرز عناوينه. حمدوك يقول إن حكومته تعمل على تنشيط القطاع التعاوني لإحداث التغيير ومعالجة ارتفاع الأسعار. الاتفاق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتوفير الأمن وحماية الموسم الزراعي بمنطقة فتا برنو شمال دارفور. ترحيب واسع بنهر النيل بقرار تعيين الولاة المدنيين في إطار المطلوبات الحتمية لاستكمال هياكل السلطة المدنية. ختاما لهذا العرض أشكر لكم طيب المتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.